بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الجلسة الثالثة من ورشة الماتلاب. سنتحدث في هذه الورشة عن بنى التحكم الاختبارات الشرطية. سنبدأ بداية بالتحدث عن الاختبارات الشرطية if, else, if و switch. ثم سنتحدث عن الحلقات for و while، الحلقات التكرارية وكيفية التحكم بها وطرق كتابة الكود. لنبدأ الاختبارات الشرطية. الاختبار الشرطي if نقوم بكتابة الاختبار الشرطي if من خلال وضع العبارة if ثم وضع الاختبار الشرطي الذي نريد التأكد من تحققه. فإن تحقق سيقوم بتنفيذ العبارة البرمجية أو الأوامر البرمجية التي وضعناها هنا. إذا لم يتحقق سيقوم باختبار الشرط الثاني، وإذا لم يتحقق كل الشروط التي وضعتها قبل سيقوم بتنفيذ else ثم يخرج من الحلقة. كيف تعمل الاختبار الشرطي if؟ لاحظ معي. أولا، بداية يقوم باختبار الشرط، فإذا كانت نتيجة الاختبار صحيحة true سيقوم بتنفيذ الكود if code التابع له. إذا كانت خاطئة سيقوم بالخروج من الشرط ومتابعة else code. بهذه الطريقة تعمل حلقة اختبار الشرطي if. لاحظ معي، سأحاول تنفيذه. من خلال برنامج الماتلاب سنقوم بإنشاء new script، وذلك لكي نكتب الكود كاملا. لنفترض أن x تساوي قيمة معينة 5 مثلا، وسأقوم باختبار القيمة. if x أصغر من 10 مثلا، قم بإسناد size تساوي small مثلا. else في حالة أخرى، إذا لم يكن x أصغر من 10، أي إذا x أكبر من 10، سأقوم بتنفيذ العبارة size تساوي big ثم end. سأقوم بحفظ الكود الذي قمت بتنفيذه. لاحظ هناك خطأ، لم أقم بإغلاق النص. حسنا، سأقوم بتنفيذه مرة أخرى. علي أن يكون size يساوي small لأنني قمت بإدخال x تساوي 5. نجربه بقيمة أكبر من 5. سأقوم بحفظه ومن ثم التنفيذ run. سيقوم بإعطائي أن size big، أي أنه كبير. هذا هو الاختبار الشرطي if. لنحاول حاول أن تكتب معي كود لاختبار درجة الحرارة. اختبار درجة الحرارة T أو temperature أو أي متغير تختاره. إذا كان أكبر من 100 قم بإظهار العبارة التالية too hot، وإذا كانت القيمة أكبر من 90 قم بإظهار العبارة normal، وإذا كانت أصغر من 90 قم بإظهار العبارة too cold. معك بضع دقائق لتنفيذ الكود. عندما تقوم بتنفيذ الكود، كيف سيعمل هذا البرنامج البسيط؟ سأريك كيف يعمل من خلال المخططات الصندوقية. سيقوم بداية باختبار درجة الحرارة، فإذا كانت أكبر من 100 تحقق الشرط الأول، سيقوم بإظهار العبارة الأولى أي تنفيذ الأمر الأول والخروج من الحلقة جميعه، لن يقرأ بقية التعليمات. في حال لم تتحقق سينتقل إلى الإلس كود. الإلس كود هنا لدي بقي لدي حالتان هم تي أكبر من 90 و تي أصغر من 90. سأقوم باختبارها بحلقة أخرى، أي هنا سأضع if else، أي اختبار شرطي ثاني، اختبار شرطي داخل اختبار شرطي أول. سيقوم باختبار تي أكبر من 90، فإذا كانت صحيحة سيقوم بإظهار normal، وإذا كانت خاطئة
سيظهر توكولت ويخرج من الحلقة مباشرة. بهذه الطريقة يمكننا فهم عمل الاختبار الشرطي إف. أما تنفيذ الكود، أظن أنك قد انتهيت من كتابته. إف تمبرتشر، إذا كان درجة حرارة ما، إذا كانت أكبر من 100، ديسبلاي أظهر هذه العبارة. إلس إف الاختبار الشرطي الثاني، إذا لم يتحقق كلا الشرطين سننتقل إلى إلس ويظهر هذه العبارة. هذا هو الاختبار الشرطي إف. سننتقل إلى سويتش. الاختبار الشرطي سويتش يختلف طريقة صياغته عن إف، لكن تقريبا كلاهما يقومان بنفس العمل باختبار عدة قيم أو عدة شروط. الاختبار الشرطي سويتش يبدأ بكلمة سويتش وينتهي بإندو، وكل هذه الكلمات طبعا كلمات محجوزة في الماتلاب. سويتش سيقوم باختبار تعبير ما أو عبارة ما، فإذا كانت تساوي القيمة الأولى سيقوم بتنفيذ هذه العبارة ويخرج من الحلقة، أو يختبر قيمة ثانية وغيرها. كيف سيعمل؟ سيقوم باختبار شرط ما، إذا كان يساوي القيمة الأولى سيقوم بتنفيذ هذه العبارة، قيمة ثانية تنفيذ عبارة، وهكذا حسب عدد الاختبارات أو القيم التي أريدها. ومن ثم إذا لم تتحقق أي منها سينتقل إلى الأذروايز، ومن ثم الخروج من البرنامج. حسنا، لننفذه من خلال كود بسيط آخر. لنفترض نفس التمرين، أريد اختباره ب إكس، أريد اختبار قيمة إكس مثلا من خلال اختبار سويتش. سأعيدك إلى العرض كي تقارن الكتابة. سويتش إكس، تمام. كيز الحالة الأولى، إذا كان يساوي الواحد وسأعطيه قيمة 2. إذا كانت إكس تساوي الواحد، قم بإظهار نمبر تساوي، لنفترض إن تساوي الواحد، سأقوم بإسنادها إلى إن. وإذا كانت كيس تساوي 2، سأقوم بإظهار إن تساوي 2. أما الأذروايز سيقوم بإظهار N تساوي 0. طبعا البرنامج هنا ليس له هدف واضح كبير، لكن بقدر ما هو القصد منه التدريب. سأقوم بحفظ المتغيرات التي أجريت على البرنامج واختبار البرنامج run ومشاهدة النتيجة على الكوماند ويندو. لاحظ معي، أنا قمت بإسناده إلى القيمة 2 وقام بإسناد القيمة 2 إلى N بتنفيذ البرنامج. إذن هو يعمل بشكل صحيح. حسنا، جرب كتابة سويتش كي لا تنسى كيف قمنا بكتابتها من خلال هذا التمرين السريع. اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال قيمة x تساوي input مثلا، فإذا كانت 0 قم باختبارها، فإذا كانت قيمته تساوي 0 يكتب البرنامج 0، إذا كانت 1 سيكتب برنامج 1، وإذا كانت 2 يكتب 2، وإذا كانت 3 يكتب 3، وإذا كانت غير قيمة غير هذه القيم الأربعة سيقوم بإظهار other. طبعا مثل هذا البرنامج يمكنك أن تكتبه ب if و if else وكذا، لكن سيستغرق منك وقت أكثر. لاحظ، من خلال السويتش ستكتب القيم من خلال كيس بشكل سريع. حسنا، هل انتهيت من كتابتي؟ لن يستغرق معك وقت أكثر من ذلك. x تساوي input
قم بإدخال قيمة x switch x، أي قم باختبار القيمة x، ثم case 0 display 0، case 1 case 2 و 3 وفي الحالات الأخرى other، وينتهي جسم الاختبار ب end. حسنا، نحن قمنا بتنفيذ الحالة 0 إذا كانت قيمة x تساوي 0 بإظهار 0، قيمة 1 بإظهار 1، قيمة 2 بإظهار 2 وغير ذلك. ماذا لو أردت التنفيذ، أي أنه في حال كانت القيمة 0 ناقص 1 وناقص 4 يقوم بتنفيذ هذا الأمر؟ يعني المقصود في السؤال هنا أنني أريد اختبار أكثر من قيمة وأكثر من قيمة لهم نفس التنفيذ. نعم، بإمكاني ربما وضع هذه القيم كيس ناقص 1 ونسخ نفس التعليمات هنا. هنا الأمر بسيط، لكن لو كان لديك قيم أخرى ربما تحتاج تشكيل أكثر لإدخال أكثر من قيمة في كيس. ما رأيك؟ ماذا سنضع هنا في الكيس كي نجمعهم؟ جرب لديك أن تدخل أكثر من قيمة في الكيس الواحدة، الحالة الواحدة لديها أكثر من احتمال لتنفيذ نفس العبارة. هل استطعت من إدخال أكثر من قيمة؟ نعم، أظن أن الأمر بسيط، قم بإدخالها بشكل مجموعة 0 ناقص 1 ناقص 4 وحاول التنفيذ، حاول أن تنفذ هذه العبارة ولاحظ أنك لو أدخلت 0 أو ناقص 1 أو ناقص 4 سيقوم في كل الأحوال بتنفيذ نفس الشرط. بذلك نكون قد انتهينا من الاختبارات الشرطية، أظن أنها أصبحت واضحة لديكم. لننتقل إلى الحلقات for while. بداية الحلقة التكرارية for، نقوم بوضع سأقوم بتنفيذها أمامكم. الحلقة for، أريد تكرار for أكثر من قيمة عدة مرات. سأقوم بوضع الشرط الابتدائي مثلا i تساوي 0، ثم شرط الانتقال لنفترض خطوة واحدية وذلك حتى القيمة 5، والعملية التي يقوم بها سيقوم بإسناد قيمة i إلى x ومن ثم end. كيف سيعمل هذا البرنامج؟ لاحظ أنا طلبت منه أن يبدأ بالعد من 0 وحتى 5 بخطوة تساوي 1، وعندما يقوم كل مرة بتنفيذ الأمر سيقوم بالإسناد قيمة i إلى x. سأعيد البرنامج كي نرى التنفيذ، سأضع له run. لاحظ التنفيذ هنا في الكوماند ويندو. عندما قام التنفيذ قام بداية بوضع x تساوي 0 x تساوي 1 وهكذا حتى وصلت إلى القيمة 5. كيف تعمل الحلقة 4؟ أقوم بداية بتهيئتها بقيمة ابتدائية كما فعلت الآن i تساوي 0، ومن ثم اختبار الشرط. الشرط هنا، الشرط لاحظ معي، قمت بوضع هنا الشرط الأخير، أي أن قيمة i تساوي 0 قام بإسنادها أول مرة وقام بزيادة i زائد 1 والعودة إلى بداية الحلقة. واختبار الشرط، هل i أصغر من 5 تماما؟ هل i أصغر من 5؟ حسنا، سيقوم بالتنفيذ وهكذا يستمر بالتنفيذ. عندما تصبح i والزيادة في كل مرة بمقدار 1، عندما تصبح i تساوي 5 سيتوقف عن التنفيذ. لاحظ كيف تعمل، يقوم بداية بوضع شرط ابتدائي ثم اختبار الشرط، إذا تحقق قام بتنفيذ العبارة، ثم أبديت أي الآي كانت هنا تساوي 0 قام بإضافة 1 أي آي تساوي 1، ثم عاد إلى هنا ليختبرها، هل آي تساوي 1 أصغر من 5؟ تماما، فيعود ويدور في هذه الحلقة طالما أن الشرط محقق، فإذا لم يتحقق الشرط خرج من الحلقة. وبذلك نقوم بتحديد عدد مرات تكرار هذه التعليمات في هذه الحلقة. تمرين، حاول أن تطبق حلقة 4 بحيث أننا سنقوم ببرمجة الروبوت زيد بحيث يقوم بتكرار، مجرد أن نقوم بتشغيله سيقوم بتكرار عبارة هلو 12 مرة. كيف يمكنك كتابة هذا الأمر لبرمجة هذا الروبوت المزعج؟
هل فعلت؟ حسنا، تأكد من إجابتك. 4 بكل بساطة، زد تساوي الواحد من القيمة 1 حتى القيمة 12. قم بإظهار هلو display، اظهر عبارة هلو ان. حسنا، لنعقد التمرين قليلا، أنا قمت بتنفيذ حلقة للعد من الصفر وحتى القيمة 3. لاحظ معي، أنا أريك الآن الورك سبيس لدي متغير I ولدي متغير A. كل ما أريده منك أن تقوم بكتابة حلقة 4 لتخزين قيم في مصفوفة شعاعية من الصفر وحتى 3 بهذه الطريقة. ابدأ التنفيذ، سأتيح لك بعض الوقت للتفكير به. لاحظ، أريد النتيجة بهذه الطريقة. هل استطعت أن تفعلها وأن تقوم بوضع قيم متغير I وتخزين قيم في مصفوفة شعاعية؟ نحاول سوية. عندما قمت بتنفيذ البرنامج، ما زالت التعليمات محفوظة في الكوماند هيستوري. هذا هو الحل، فقط أسطر، فقط لا أكثر. كيف قمت بحلها بهذه الطريقة؟ سأشرح لك. بداية، 4 أريد اختبار I تساوي 0، أي قمت بتخزين القيمة البدائية I تساوي 0، ومن ثم اختبار الشرط هل I أصغر أو تساوي 3؟ عندما قمت بتنفيذها نعم، قمت بوضع له A، أي مصفوفة A، وهنا بين قوسين قمت باستدعاء رقم العنصر I تساوي 0 وضفت له 1، لأن عناصر المصفوفة تبدأ من الرقم 1، أي الإندكس التابع للمصفوفة يبدأ من 1 وليس من 0. وهذه فكرة مهمة، كثير من المشاريع أو البرامج تتوقف عند أخطاء مثل هذه الأخطاء. انتبه بأن المصفوفة عندما تقوم بتخزينها تخزين القيم بها تبدأ من الصفر، لذلك قمت بوضع I، بما أن I تساوي الصفر فسأقوم بوضع A بI العنصر I زائد 1، سأضيف له 1 دوما كي يقوم بالتنفيذ بشكل صحيح. وهذا العنصر استدعاء العنصر الأول، سأقوم بوضع القيمة صفر به وهي قيمة I. لاحظ معي، العبارة هذه ماذا تعني؟ A أي استدعاء المصفوفة، العنصر I منها يساوي، قمت بعملية إسناد القيمة I نفسها، لكن الـ I يبدأ من الصفر. هنا لا مشكلة لدي بأن يبدأ العد من الصفر، أنا أريده أن يبدأ العد من الصفر، لكن استدعاء العناصر لا يمكن أن يبدأ من الصفر، لذلك أقوم بإضافة 1. هل الفكرة واضحة هنا؟ حسنا، قام باختباره وقام بالتنفيذ، فكانت النتيجة A1 يساوي الصفر، وقام بإنشاء الجزء العنصر الأول من المصفوفة. هنا سيقوم بعمل Update التي تكلمنا عنها، أي في الحلقة 4 سيأخذ متحكم الحلقة وهو I ويضيف له 1. إذن أصبحت لدي I تساوي 1 عند انتهاء الدورة الأولى من الحلقة. سينتقل إلى الدورة الثانية من الحلقة ويقوم باختبار I مرة أخرى بعد أن قام بتجديد قيمتها. I تساوي 1، هل I تساوي 1 أصغر تساوي 3؟ نعم. إذن سيقوم بتنفيذ العبارة مرة أخرى وستكون عبارة عن A، وهنا أصبحت I تساوي 1 القيمة الجديدة لها، A 2 تساوي 1، وسيقوم تجديدها مرة أخرى بحيث أن I أصبحت تساوي 2، وكذلك يدور ويختبرها بهذه الطريقة. قام بتشكيل العنصر الثالث، ثم I تساوي 3، نعم تحقق الشرط. قام بوضع A 4 تساوي 3، وقام باختبار الشرط، أصبحت I تساوي 4. عاد إلى البداية، لم يتحقق الشرط فخرج من الحلقة، وبذلك تعمل حلقة 4. قد تقول لي بأن مثل إنشاء هذه الحلقة، إنشاء مثل هذه المصفوفة الشعاعية سهل جدا،
استخدام حلقات مضمنة التي تكلمنا عنها في في الجلسة الماضية. لكن الهدف من هنا أود تنبيهك لعدة ملاحظات مثل I وكيفية تخزين القيم في مصفوفة، فأرجو أن تستفيد منها. لنعقد موضوع المصفوفات والحلقات أكثر في محاولتنا لتنفيذ جدول الضرب. كيف يمكنك أن تنفذ جدول الضرب عن طريق المصفوفات والحلقات؟ هنا سنحتاج إلى تنفيذ حلقتان فور متداخلتين. سنبدأ بحلقة فور الأولى، I تساوي قيمها من الواحد وحتى العشرة لتمشي على الأعمدة، لتمشي على الأسطر، وهذه تمشي على الأعمدة. وسنقوم بتخزين القيم، وهي عبارة عن I هو إندكس المتغير الذي يسير على الأسطر، و G المتغير الذي يسير على الأعمدة، وقيمهم تتغير من الواحد والعشرة. وقيمة كل عنصر في المصفوفة سيكون قيمة العنصر I و G سيكون هو عبارة عن ضرب قيمة الإندكس، أي I ضرب G. لذلك سنبدأ التنفيذ. 4i تساوي الواحد من العشرة، 4j تساوي من الواحد العشرة، وسنقوم بالتنفيذ بالمصفوفة C صاحبة العنصر الأول في السطر الأول والعمود الأول. سيقوم بالتنفيذ عملية ضرب بين إندكس السطر والعمود وتخزينها في المصفوفة، ثم إند للخروج من الحلقة الأولى وإند للخروج من الحلقة الثانية. سيبدأ تنفيذ البرنامج. بداية سيقوم بتنفيذ I تساوي الواحد. عندما I تساوي الواحد سيدخل إلى الحلقة الثانية وسيقوم بتنفيذ القيمة البدائية لG وهي G تساوي الواحد. عندما G تساوي الواحد سيقوم بتنفيذ العبارة AC واحد واحد، أي العنصر الأول من المصفوفة C سيسند له القيمة واحد واحد. انتهى من الحلقة الأولى. سيقوم بالدور بتجديد الG، أي جي أصبحت تساوي 2، ويدور مرة أخرى. إذن سيدور دورة واحدة في الخارج، وسيبدأ وسيبدأ بدوران داخل الحلقة الداخلية. أصبحت جي تساوي 2، سينفذ هذه العبارة سي واحد 2، لأن هنا آي ما بقيت واحد، وهكذا. سيجدد جي، أصبحت جي تساوي 3 1 3 1 4 1 5، وهكذا. سيستمر في العمل حتى يقوم سينتهي من دورة من دوران الحلقة الداخلية. عندما ينتهي منها سيخرج من الحلقة 4. عندما يخرج منها سيجد نفسه في حالة I تجديد I، أي I تساوي I زائد 1، أصبحت I تساوي 2. عندما I تساوي 2 سيدخل مرة أخرى في كل دورات الحلقة الداخلية، وسيقوم نتيجة عنها بتشكيل السطر الثاني، وهكذا السطر الثالث، وهكذا ينتقل حتى ينهي يغطي جميع مساحة المصفوفة. كي تتخيل كيف تعمل الحلقات المتداخلة، I هي قيمة المتغير الذي يتغير على الأسطر، بينما G هي المتغير الذي يتغير على الأعمدة. عندما نعطيه واحد I سيقوم G بالتغير 10 مرات، ثم I تساوي 2 سيقوم G بالتغير 10 مرات، وهكذا. هكذا سنقوم بملء جدول الضرب عن طريق حلقات 4. هذه هي من خلال تمرين بسيط وددت شرح مفهوم الحلقات المتداخلة في حلقة 4. أتمنى أن يكون واضحا. وبذلك نكون قد انتهينا من الحلقات التكرارية 4. لدينا صيغة أخرى وهي while. العبارة while تختلف عن العبارة 4 بأن 4 نقوم بتحديد عدد مرات تكرار أو عدد مرات الدوران، أما while تقوم باختبار الشرط، وما دام هذا الشرط محققا ستقوم بتكرار العبارات البرمجية، أي تبقى مستمرة في الدوران ما دام الشرط محققا. كيف تعمل؟ start سيبدأ بقيمة ابتدائية. سيبدأ بداية باختبار الشرط، هل الشرط محقق؟ ما دام الشرط محققا سينفذ العبارة ويعود إلى البداية. عندما لا يتحقق الشرط سيقوم بالخروج من العبارة، سيقوم بالخروج من الحلقة. كيف تعمل حلقة فور وايل؟ لنعود إلى مثالنا البسيط والروبوت المزعج. أريد مثلا هنا أن أطور البرنامج بأن الروبوت لن يقوم بتكرار عبارات الترحيب مرة واحدة،
بل سيقوم بمعالجة صورة مثلا أو حساس ما. فكلما دخل شخص ما أو أعطاه نتيجة إيجابية بدخول شخص ما إلى المكان، سيقوم بإظهار عبارة هالو مرة واحدة. وما دام لا يوجد تحقق الشرط لن يعمل، وعندما يدخل أي شخص سيعمل. مثلا لنفترض أن زد هي عبارة عن قيمة حساس تدل على دخول شخص ما، وايل بما أن زد أكبر من الصفر سيقوم بإظهار هذه العبارة، ثم إنقاص قيمة زد كي تتغير شرط العبارة، وإلا سيستمر في التنفيذ ويخرج من الحلقة. مثلا لو قام بالتحسس لدخول 3 أشخاص، سيقوم بإظهارهم مرة، 2، 3، وزد هذا هو متحكم الحلقة، نقوم بإضافته في كتابة في جسم وايل. عندما ينتهي من العد سيقوم بإيقاف التنفيذ. من خلال هذا التمرين البسيط أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة، الفرق في تنفيذ بين وايل وفور. حسنا، انتهينا من الاختبارات الشرطية والحلقات. كيف يمكننا التحكم بالحلقات؟ مثلا عند تنفيذ أوامر برمجية ما، حصل عطل طارئ أو حدث ما، أريد أن أنهي وأوقف البرنامج مباشرة عند حدوث هذا الخطأ. يمكنك استخدام عبارتان. العبارة بريك هي عبارة الإيقاف، أي تكون البرنامج أو الحاسب يقوم بتنفيذ برنامج ما، أريد منه أن إذا تحقق هذا الشرط أن يقوم بالخروج وكسر الحلقات جميعها. لذلك نضع عبارة بريك. مثلا كيف نستخدم بريك؟ سأقول لك. مثلا أنت قمت بإنشاء واجهة رسومية لتنفيذ برنامج ما، وتريد منه أنه إذا قام المستخدم بالضغط على مثلا على مثلا مثل هذا البرنامج، أنا أقوم بتنفيذ وجميع التعليمات أنفذها. لكن عندما قمت بتنفيذ البرنامج، عندما يقوم المستخدم بالضغط على الزر كلوز، سيقوم بإنهاء جميع التعليمات الموجودة هنا والخروج مباشرة. لذلك عندما أقوم مثلا ببرمجة هذا التابع، سأعطيه الشرط بداخل الحلقات إذا كان هذا الشرط، هذا الزر قد تم الضغط عليه، فقم بكسر جميع الحلقات التي تنفذها بعبارة بريك واخرج مباشرة لأنه قد تم إغلاق البرنامج. هذا على سبيل المثال. عبارة continue، هذه العبارة مثلا لو لدينا كما في جدول الضرب أكثر من حلقة متداخلين مع بعضهم، عندما يصادف البرنامج عبارة continue سيقوم بتجاوز هذه الحلقة التي يدور بها أو هذه الدورة وسيعود للبداية، أي هنا لن يقطع الحلقة ويغلق كل شيء، بل سيعود لبداية الحلقة للتنفيذ من جديد. ما الفرق بين script و function؟ ربما قد لاحظت عندما أردت كتابة عبارة for أو while أو if وإلى آخره، قمت بفتح new script لفتح برنامج جديد، ويمكنني فتح العديد. الفرق بينهما أولا في التنفيذ، حيث أنني عندما أقوم بوضع برنامج ما هنا مثلا عبارة ما x تساوي 4، يقوم مباشرة بالتنفيذ في الكوماند ويندو بشكل سطري. لكنني عندما أريد كتابة العديد من التعليمات البرمجية ثم تنفيذها ككتلة واحدة، أقوم باستخدام الإيديتور، المحرر، أو ما يسمى سكريبت. هناك فرق في ما بين التابع function وبين السكريبت. سأريك ما هو الفرق. عندما أقوم مثلا ببرمجة برنامج بسيط x تساوي input، هنا سأتيح للمستخدم بإدخال قيمة ما، لنفترض number يساوي، وسأقوم بإغلاق هذا التابع، وسأقوم باختباره. إذا كانت x أكبر من الصفر، سيقوم بإظهار، هنا أريد منه أن يقوم بإظهار أن العبارة هي موجبة، لنفترض زائد. حسنا، else if x أصغر من الصفر، سأقوم بإظهار
عبارة سالب else، وفي حالة أخرى ليس موجب وليس سالب، ليس أكبر من الصفر تماما وليس أصغر من الصفر، سأقوم بإظهار عبارة zero and. حسنا، هذا برنامج بسيط جدا، سأقوم بتنفيذ هذا البرنامج من خلال run. لاحظ معي في الإديتور سأضع له run، سيتوقف هنا التنفيذ، ينتظرني لإدخال قيمة فلتكن 4، قم بإظهار القيمة 4. سأقوم باستدعاء التابع مرة أخرى، يمكنك عن طريق run أو عن طريق استخدام اسم البرنامج الذي وضعته، سيقوم بتنفيذ مرة أخرى، لنفترض ناقص 1 سيخبرني بأنه سالب، لننفذه مرة أخرى وأعطيه 0 فقام بإظهار 0. إذن البرنامج يعمل بشكل صحيح. لنفترض أنني هذا البرنامج تابع القيمة المطلقة، أريد تنفيذه في برامج أخرى، في سكريبتات أخرى قمت بوضعها وبرامج طويلة، يمكنني من خلال برمجته من خلال تابع function. بهذه الطريقة أقوم بداية بوضع الكلمة المفتاحية function، ثم وضع نتيجة، وضع مثلا لنفترض على سبيل المثال الخرج سيكون عن عبارة عن x تساوي، حسنا، أو x استخدمناه للدخل، يمكنك وضع تابع الذي يعيد x c تساوي، سأقوم بوضع اسم غير الأسماء المحجوزة، مثلا signal number إشارة ال sign number إشارة العدد، والدخل سيكون عن عبارة عن x، ثم أضعه لا أنسى end، هذه ال end قمت بوضعها من أجل ال function. إذن جسم ال function أو التابع هو سيبدأ ب function بالخرج، ثم sum مثلا اسم ال اسم ال function، أي اسم name function، ثم البارامتر الذي سأقوم بإدخاله، ثم run. عندما أردت التنفيذ أولا قال لي بأنه لا يوجد عبارات كافية، أريد أن أريك كيف نحفظه، سأقوم بوضعه في سكريبت جديد ثم أقوم بالحفظ. لاحظ الفانكشن عليك أن تحفظه باسمه name function، نفس الاسم الذي سميت به هذا التابع. عند التنفيذ run سيعطيني الخطأ التالي بأنه لا يوجد مدخلات، لأن تنفيذ الفانكشن يحتاج إلى input، إلى دخل، سأقوم بوضع متغير ما وليكن 4 سيعطيني موجب. لاحظ أصبح التنفيذ أسهل بكثير، ناقص 1 سيعطيني ناقص 1، نجربه مع 0. حسنا، هذا function تابع بسيط جدا قمت ببرمجته. هناك في الماتلاب يمكنك أن تضع new function مباشرة، وهذا يتيح لك البنية، قام بكتابة بنية function بشكل تلقائي. هنا سأضع له الخرج، وهنا سأضع له اسم التابع، وهنا الدخل. أما ما يقع بعد هذه الإشارة سيكون عبارة عن تعليقات تساعدك في الشرح ماذا يعمل هذا الكود الذي قمت ببرمجته. هناك أمر آخر، هذا بالنسبة للاستدعاء، هناك أمر آخر بالنسبة للعمليات وتخزين المصفوفات، سيفرق لديك، سيكون هناك فرق في التنفيذ. لاحظ معي، سنمر بأن عند كتابة أي برنامج تكون طريقة البرمجة إما بشكل مباشر script أو function. الفرق بالscript بأنه المتغير عندما تقوم بتنفيذه سيتم حفظه في الورك سبيس كما اعتدنا، أما في الفانكشن لا يتم حفظه، يعني يمكنك أن تتخيل الفانكشن أو التابع لأنه عبارة عن صندوق أسود، صندوق مغلق تماما، نحن لا ندري ماذا قام بوضع، ماذا وضع المبرمج في هذا الصندوق. سنقوم بإدخال متغيرات إلى هذا الصندوق ولتكون X مثلا، سيقوم التابع بتنفيذها هنا، سيقوم بإجراء العمليات التي قمنا ببرمجتها سابقا ويعطيني الخرج مباشرة Y.
عندما نريد استدعائه من خلال اسمه الذي قمنا بتسميته به، ونقوم بوضع بين قوسين المدخلات أو المتغيرات التي قمنا بإدخالها له، وهذا يوفر الكثير من الوقت والكثير من العمليات. أي أننا لا نهتم بمحتوى التابع، نقوم ببرمجته مرة واحدة وإعطائه وظيفته التي سيقوم بها، وعندما نريده تنفيذ هذه الوظيفة نقوم باستدعائه فقط وإعطائه البارامترات التي يحتاجها.